انه مش لاقي فرصه عمل، وانا خريج جامعه والوضع اللي موجود في غزه صعب جدا، فانا ما لقيتش فرصه عمل على شهادتي او على شيء ثاني، فاضطريت انه انا افتح الشيء هذا لانه برضه كمان براعي الوضع الراهن في قطاع غزه والاسعار رخيصه والناس مقبله عليه نوعا ما تشتري اللي هو الاشياء هذه لانها رخيصه. في ظل الظروف هذه الصعبة ويعني الوضع الاقتصادي مش نافع بالمرة وفيش بشغل وانتشار البطالة، فأنا مفضل انه يعني لما بدنا نشتري اوائد نتجه للبالة عشان انه تروح تشتريها من برا كجديد اسعارها مرتفعة كتير نقدر لهاش، فبنتجه للبالة لانه البالة ارخص وبتلاقيها احسن بكتير يعني من البالة. خريج فترة طويلة ما لقيت فرصة عمل ولا بطالة ولا حتى لو يوم واحد بطالة ما أخذت فرصتي.